كديرو في تيك توك لا علاقة له بالواقع ولا بالأمر الواقع. خيطوها قديتوها باش تخلقوا نسبة مشاهدة. جبتوا هذاك المرشح نتاع لي فيفيس جبهة القوى الاشتراكية دونتيل. مرحبا تحياتي من تعمي الله يكبر بك. ها فيغ ديتر بيبا جبتوا هذاك سميتوا عليه ديال لي فيفيس باش الناس القبائل تمشي تصوت. جبتوا هذاك نتاع مجتمع السلم باش هذوك التوجه الإسلامي صوتوا وعارفين ما غيربحوا من التوزة، عارفين بأن تبون هو اللي غيديها. دايرين داك القضية باش تطلعوا نسبة المشاركات. بر يا ودي بر. وهكذاك وخايف، هكذاك وداير وداير البارح اجتماع الأعلى للأمن. بر يا ودي بر. دكاترة التيك توك. مال دكاترة التيك توك؟ مشرش منكم هوكيستر العباط. ما مشرش منكم تشرشي من. لا بالدكاترة ولا بغير الدكاترة. احشموا الله بعد حنايا كنحشموا شويه داك الدكاتره كنتقيو فيكم الله. راه من غير الدكاتره ماشي غير كيشرشموكم واه. لكن اش غتقول؟ لدرجه انكم ديرتوا بلاغ واسمع على بلاغ داروا. اسمع هاد البلاغ فين هو؟ واسمع على بلاغ داروا. مزيان ملي فكرتيني مزيان والله العظيم ملي فكرتيني كيتشكاو دايرين بلاغ ديال الصحفي ما عرفش داك الشيء فين هو داك البلاغ. يا ربي لقى دغيا يا ربي لينا قديم شويه داك البلاغ. ها هو تخيل معايا المنظمه الوطنيه للصحفيين الجزائريين دايره بلاغ على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي المغربيه. اسمع البلاغ اسمع. بيان اعلامي: تستنكر المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين الأساليب الدعائية المفضوحة والمنحطة. دابا حنا منحطة. داكشي اللي كيقولوا هذاك قزار ما منحطش. التي تمارسها الأبواق الإعلامية المخزنية المدعومة والموجهة من اللوبي داكشي نتاع الصوص والذي تتماشى مع صرخات اليمين المتطرف الفرنسي وحلفائه في الكدورسي. هذه الدعايات المفضوحة التي تحركها من خلف الستار غرف مظلمة. ياك ما كتبو خزناجي هذا؟ هذا كتبو خزناجي. زيد: تخشى العودة القوية للجزائر الجديدة لركب الدول المؤثرة في القرارات الأممية والقارية والإقليمية وفي مجريات الأحداث الدولية الاقتصادية والسياسية والإنسانية. وتهيب المنظمة الوطنية للصحفيين بتماسك الصحافة الوطنية في الداخل عبر كل المؤسسات تسجل. هادشي كامل على قزار. قزار هذاك مهدي قزار ولا غزار ديالكم؟ راه شرشموا غدا كاتيكا والفسابيكا ديال المغرب. واش رديتوا البال ولا ما رديتوش البال؟ راه ما كاين لا اعلام لا ابواق لا استزاد. الاعلام المغربي لا الرسمي ولا غير الرسمي الى دار شي خبر. اما اللي شرشمكم هما المتكتكين والمفزبيكين. واحد نشر هنا واحد نشر ليه واحد دار لايف هنا واحد دار فيديو ليه انا ستوب ليه اسماعيل ليه برنوس ليه فلان ليه كدا كدا صافي كدا وشي وحدين كاع ما نعرفوهمش ولي فرونكوفون المغاربه لي فرونكوفون. راه للاسف كنساوهم عندهم واحد الدور مهم جدا في التيك توك. راه شي مرات كندوزو معاهم كنتفرجوا معاهم ولا كنشاركوا معاهم شي لايف. المغاربه اللي كيحضروا على مستوى الفرنكوفوني اللايفات الفرنكوفونيه. رضوان فروحي خلاص رضوان فروحي طب الطب نتاع التباتب كيما كيقولوا الناس طنجه. واش رشموا الدعوه؟ فين عاد الابواق وفين هذه؟ يعني دابا انتم المنظمه ديال الصحافه جمع الصحافه الجزائر كامله المنظمه الوطنيه بهدلوكم اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا عشره ولا 15 ولا 20 ديال المغاربه في تيك توك وفيسبوك وفي اليوتيوب. بر يا الدوله بر. بر يا الدوله بر. فين كنا؟ سيفاو صحيت سيفاو سعيد. غا
غادي نمشيو ابن عمي دابا الى واحد الخبر غادي يجيكم عادي، ولكن انا جاني ماشي عادي، انا جاني ماشي عادي. الاخوان ما تنساوش التكبس الله يحفظكم في هذه اللحظه هذه دابا دابا 5 دقائق نتاع التكبس وصلوا ل 250000 بالزربه. انا كنقرا لكم هذا الخبر وانتم 250000 تكبيسه. نقصوا في التعليقات وعطيونا التكبس الله يحفظكم. سمعوا الاخوان، الجمهوريه الجزائريه خرجت واحد البيان، وزاره الداخليه، وزاره الداخليه والجماعات المحليه والتهيئه العمرانيه خرجت واحد البيان اليوم، هذا الخبر اليوم. واسمع الخبر كي داير: تحسبا للانتخابات الرئاسيه، هذا خطا في اللغه الكوان، كنقولوا استعدادا ولا بمناسبه ماشي تحسبا. هذاك التحسب كيكون فيه التخوف، التحسب، التحسب عنده واحد المعنى ديال التخوف. يعني دابا نتوما دايرين الانتخابات الرئاسيه بحال الشتاء، بحال شي عاصفه جايه، بحال شي حرب جايه، بحال اعصار، هذاك هو التحسب. اش كنقول لكم هذه اللغه العربيه عندكم ما عارفين قريتوها نتوما كاع البلاغات ديال والو. قول بمناسبتي، اسمحوا لي قلت لكم اخوتي، تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تدابير خاصة سارية عبر كامل بلديات التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 سبتمبر على الساعة 0 إلى غاية يوم الأحد 8 2004 على الساعة 5 صباحا. إذا يومين، الجمعة مع 12 الليل يعني نهار الجمعة كامل، زيد لها السبت كامل، زيد لها الحد مع 5 الصباح. ويتعلق الأمر بي، أش غيوقع دابا في هاد اليومين هذي؟ يومين 48 ساعة زائد 5 ساعات، شحال هي؟ 53 ساعة. أولا، تأجيل كل التظاهرات الرياضية أو الثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة. ما كاينش داكشي تاع الرياضة ولا الثقافة ولا شي حاجة، حبس عليا. جوج، غلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، ما كاينش السوق. ما لاعبينش، كاينش السوق. طبيعي اللي خطيرة. ثلاثة، منع سير مركبات نقل البضائع، مركبات عفوا، منع سير مركبات نقل، مركبات ماشي مركبات، مركبات، منع سير مركبات نقل البضائع. اين بضائع؟ الحصى والرمل والخشب وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود. فهمتش؟ ما فهمتش؟ ما علاقة الرملة والحصى بالانتخابات؟ ما علاقة الأسواق الأسبوعية بالانتخابات؟ ما علاقة الخشب؟ هذاك الحصى واش كيخافوا يضربوا به ولا ما فهمتش؟ هو كل شيء اللي تما عنده علاقة مع صهاريج الوقود. أما ذاك الرملة دخلوها، كيفاش صهاريج الوقود؟ أربعة، منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية. ما فهمتش فين كاينه هذه؟ فين كاينه؟ كاينه في شي دوله هذه القضيه هذه؟ كتمنع انت نقل البضائع في السكك الحديديه، كتمنع النقل ديال الوقود، كتمنع النقل ديال الحصى والرمل والخشب والمشتقات نتاعو ومواد البناء. ما فهمت، ما 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 غريب. كما تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية والأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة ونصف الجملة
والتجزئة للخضر والفواكه غير معلنة بتدابير سلفة الذكر وستتواصل بصفة ولا قطعوا عليهم حتى الخضرة كملوها زيد قطعوا حتى الخضرة قطعوا حتى الماكلة قطعوا البطاطا قطعوا الحليب سدوا الحوانات اش هاد انتخابات ولا حرب اش حال الطوارئ واش عندكم انتخابات ناس غتمشي تصوت كتصوت ساعة كتمشي تصوت السيد خدام كيخرج مع 12 ولا الوحدة ولا يمشي يصوت ويرجع للخدمة يمشي يتسخر كيعمر القفة كيحطها في السيارة كيدوز يصوت وكيرجع بحال شكرا بشرى الله يحفظك الله يحفظك بنت عمي ها ايه انتم ست الحجر الكاياس الرملة المحروقات ليسانس المازوت او الله يحفظك وهيبة احسن الناس ديال الاسفي ومن رقم واحد تحياتي اختي وهيبة إذا هاد الأمور الإخوان راه الجزائر راه في شكل والله العظيم نتحداك تطلعني مالك أنت صدد البغلي نتحداك هاك نتحداك ديال والو نتحداك بدل فين كنا؟ دابا جينا بن عمي إلى البلاغ ديال وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية في تلمسان غادي نسمعوا الفيديو نتاعو وغادي نديروا التحليل لواحد الفيلم تحدوحي جديد وين طار محارب ضارب الهجره غير الشرعيه وبعد ورود معنى نيابه وبعد استجواب المعني تبين انه يعمل ضمن شبكه تجسس وتخابر تعمل لصالح جهه اجنبيه رفقه رعايه مغاربه وكذا جزائريين بتاريخ 28 أوت 2024 تم توقيف 6 أشخاص 3 من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم بين 32 و 39 سنة ويتعلق الأمر بكل من المدعوين طاء ألف ميم خاء وميم هاء وثلاث أشخاص من جنسية جزائرية تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة ويتعلق الأمر بكل من المدعوين راء ميم ألف طاء ذاسين ألف وباء راء توصلت الحاليات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو باء صالح من جنسية مغربية كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية تم توقيف عناصر هذه الشبكة من طرف الضبطة القضائية المختصة خلال 5 أيام وتم اليوم موافق ل1 سبتمبر 2024 تقديمهم أمام نيابات الجمهورية وبعد استجواب المشتبه فيه أمرنا بفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين راميم ألف طاداسين ألف وبارا جناية التجسس ضد المتهمين زي ميم طا ألف ميم خاء وميم هاء بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين زي ميم وميم خاء الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات والمواد 44 و46 من قانون 08 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها التمست النيابة من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإعدائهم عن الحبس المؤقت سين ألف سعيدة برنوس تما دابا هاد الاسماء هاد الارقام هادو غيكون هاد الحروف غيكون جابوهم من عندنا حنا كيتفرجوا السعيده بالنص سين الف كيتفرجوا رضوان في الروحي راء فاء كيتفرجوا محمد السباعي ميم سين كيتشبروا والله عندهم داك الخيال داك كيفاش السيد كان كيتجول هكذا فسميتو كان غادي في تلمسان وداخل حارق كيتجسس وغيدير شي حاجه اداريه وكذا اجي زعما ما كتحشموش النظام الجزائري زعما زعما الدوله الوحيده اللي فيها هذا العباط وباقي فيها هذا العباط
كتحشموش على عارضكم، ما كتقولوش ودي عيقنا على الغباء ديال الشعب ديالنا. كيفاش زعما دابا باقي الشعوب بغات تشوف الجزائريين هكذا يتلاقاو دابا في هولندا، في فرنسا، في الميريكان؟ دابا تخيلوا معايا تونسي ومغربي وجزائري، بحال داك القضية ديال النكت ديال واحد كذا واحد كذا، واحد المصري هكذا ربعة جالسين في القهوة، جالسين كي القهوة، وغيجبدوا الهضرة غيقولوا ودي القضية ديال راه داك النهار المغرب قال لهم الكلاشينكوف جاو من فرنسا، تسعة ديال المكاحل دخلوا العنابة ودابا شدوا ثلاثة. اش غيقول داك المصري؟ اش غيقول الليبي؟ اش غيقول التونسي؟ علاش زعما كاع الدول ديال عباد الله ما عندهمش هذا النوع تاع الدحاديح؟ هانتوما زعما هانتوما الجزائريين، خوتي الجزائر زعما انت ملي كتكون جالس في فرنسا هكذا في شي قهوة ولا في كندا ولا في أمريكا، وكتبقى تفكر في هذه البلاد عندك وهذا النظام اللي حاكمك، ما كتجيكش زعما شوية ديال قلبك كيضرك يوجعك؟ ما كتحسش بأن شوهوكم كاع خوتي الجزائريين زعما مع كامل احتراماتي لكم هذوك الناس اللي شوي باقي، ما كتحسوش براسكم زعما تشوهتوا في العالم؟ هادشي راه ما كان كنتقوا فيكم الله، ما كنديروش هادشي باللونجلي ولا بالفرونسي ولا نفضحوكم مع العالم وصبريوا ليا، ها مخلينها بالدارجه بيناتنا شي كنحكوا لكم على الدبره. اما راه مصيبه صاحبي، مصيبه هادشي خصو يوصل للسي ان ان، بي بي سي، تي تي كا، اف اف اف، هادشي خصو يوصل صاحبي، يوصل هاد الكوارث بحال هكا. وقتاش ما حصلتوا؟ وقتاش ما تزيرتوا تلصقوها في المغرب؟ وقتاش ما درتو حتى وزال الشعب نتاعكم، ما قضيتو حتى ملول للشباب الجزائري تقولوا راه المغرب؟ دابا حنايا اللي قلنا لكم صدروا ربعة ديال الكاميونات ديال كارشوتشو، غادي حتى القطار بكارشوتشو. لطيفة قد كلشي عارفهم، الله بنت عمي لا مصيبة بالله، كارثة تصير. دابا بنادم غادي حتى القطار شنو داي معاه؟ قال اسيدي مصدر، اش مصدر؟ مصدر كارشوتشو. اختي فريده تحياتي لك، والله الا خيبه حتى المعاوده بالله في 2024. ايه خليكم في التمر اصاحبي، خليكم في التمر، شداكم شي 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 تبهدايل، شداكم شي تبهدايل، خليكم في التمر. داك دقلا يقالوا انها دقلا زوينه وكذا، ما نعرف انا ما عرفتش داك دقلا اللي كتفوحوا بها في العالم، دقلا بعدا خليكم في دقلا. وهادي سعيد المدمر تحياتي لك، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام من لحي، لاباس عليك؟ يدير عبر الناس لاباس. الله يلا بخير، الله يحفظك، الله يبارك فيك. الحمد لله يا ربي. اش بان لك في هادشي تاع التجسس وهادشي دابا اللي المغرب غا كيتجسس عليكم بصيرت لكم ثلاثه ديال العملاء؟ اش بان لك هادشي؟ عبر الناس دوك باينه دوك على بالك، حكمهم هما في الفانتكات وداروهم تحت الارض. تعرف تحت الارض كيفاش داروا لهم؟ حكاو لهم بكلش، واش كاين واش ما كاينش، راه عند المخابرات. دابا مازال التجسس في العالم كيصيفطوا واحد سميتو سري عبر الحدود بلا اوراق، كينقز من عابر يمشي يدير التجسس، كينشيدوا ولا مازال كدير هادشي في العالم اخي؟ بالله هو اللي هضر، المغربي اللي حكمه هو اللي هضر، ماشي انا اللي نهضر ولا انت، هو اللي هضر لهم واش كاين واش ما كاينش. لا راه ما كاينش لا هضر لا ما هضر، انا قالك تبين انهم حاجه مخابرات تامن، هذه ما يحكيلكش عليها انت، يعطيك تفاصيل خفاف واش كاين واش ما كاينش بصح ما يتعمق. هذا بالله منيتك دابا المخابرات ديال تونس ولا الجزائر ديالكم انتم اللي عندكم في فرنسا هكا كديروا؟ عندكم مخابرات في فرنسا ولا ما عندكمش مخابرات جزائريه في فرنسا؟ كاينه على ما كاينش حاجه باينه. ايوا سريه بالك فرنسا ما على بالهاش، ممكن على بالها فرنسا ممكن على بالها. دابا انتم عندكم مخابرات في فرنسا وياك وكتمشيو هكذا كدورو حتى كيجيو يشدوكم فرنسا يقول لكم راه كديروا التجسس والتخابر؟ انت درك تحكي لي على فرنسا ولا على تلمسان؟ فاهم روحك على كلشي، على العالم كامل. تركيا عامره بالمخابرات ديال العالم، في تركيا جميع المخابرات ديال العالم كاينه، في تركيا كاينه، في العراق كاينه، في مصر كاينه، كاينه في هولندا، هولندا عامره بالمخابرات نتاع العالم. ما تقلقش، اسمع المغرب راهي ضربه مور خوتها، ما فهمتش ولا غير ضربه مور خوتها وتطلع دير لايف وتحكي نورمال منيتك الملاحي. واخا 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 بلاتي واخا
هذاك مول الكراشين بلاتي نسقسيك برك، هذاك مول الزويجات نتاع سقسيك برك تاع انا رضوان ما تبنيش سقسيك برك، قول لي نقول لك حاجه كذا سقسيك برك. دابا سقسوها فينا اش غدير؟ دابا اش غدير؟ قلت لك 10 قوما اسمعها سقسيك برك. دابا شي هذاك اللي جا من فرنسا قال لك هذاك جا العنابه عنده 9 ديال الزويجات ديال ذاك الكوابس ذاك قال لك باغي يدير هذاك الشيء انت تيقتيه بالنسبه لي انت تيقو مزيان صح حيت انت على ما تروحش للب الموضوع على ما تقولش المخابرات على الجزائر راهي واقفه وما كاينش حاجه تفوت وتتبع وتتعمق في الموضوع. شفت حكمو اللي جات من فرنسا حكموها في تيزي وزو تواكم جاو لهنا التلمسان مش عارف واش يديروا مبعوثين من الامارات واسرائيل وكذا بعثوهم حكمتهم الناس ما اسمع كاينش مخابرات كاين الناس اللي كتيق هذا الشيء ملي كتيق هذا الشيء والله العظيم الا برافو عليك بالله. لا ولا غا صعيب عليك مخابرات الجزائر صعيب عليك صعيب عليك ما شوف السي والله صعيب صعيب العقاب الشديد انا غا شوف والله غا راحوا في خاطري غير المغاربه هذو مساكن اباك فاش صار لهم دوكا اه ودي واش نقول لك ميزيريا اللي راهي تحت الارض اباك شحال تحت الارض واحد 20 متر والله دوك شوف شوف دوك دوك يحكوا لنا المروك واش كاين بالتفاصيل دابا هذه دابا خويا ملاحي دابا انت تتحدث بداك القضيه ديال زعما انه انتصار جزائري شدوا كذا انتصار جزائري هذه اسمع هذه مفروق منها مفروق منها اسمع 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 على العبيط اسمع ثلاثه ديال الناس شديتهم بطهم للسيلون البطوله الجزائريه ايه بصح ثلاثه ديال الناس جاو يخدموا ولا جو عادي ولا كيفاش ثلاثة ديال الناس دراهم جو بحكم عندهم دراهم من كل نوعية التليفونات التسجيلات صوالح بزاف حاضرين مع عباد منه ومنه يا والمخابرات ماهيش تغلط انتوما فين عايشين انتوما اش من عالم شيء انتوما عندكمش تا كونيكسيون بحال عباد يا هادي كيفاش ما عندناش كونيكسيون كونيكسيون في الجزائر ما عندكش حتى كامل في المغرب والله ما عندك اسي رضوان اسي كنت هضر في التليفون جاني ابيل الاخو جاني ابيل جاني ابيل جدك جاني ابيل لا 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 الكونيكسيون ما عندهمش وقال لك وكيتكلموا على السيف مي تسحب له مرات الناس كتجسس بالبشر الناس في 2000 الداتا والروينه تجمع المعلومات دير الكونسلتينغ نوميريك دير الاشتغال والمعالجه ديال لي دوني كاملين والاقمار الاصطناعيه والنانو والاخوة الصوت والو ولا الصوت الصوت كاين مزيان ها انت هانتوما كنقبلهم دابا نهضر معاهم ما عندهمش الريزو انت غتناقشوا على البيغاسوس اللي صدعونا بينا الراس انتوما المغاربه عندكم البيغاسوس عندكم البيغاسوس نتكلموا على الاقمار الصناعيه والنانو نتكلموا على الداتا والمعالجه نتاع الداتا وهادو مازال كيتسحب لهم التجسس صيفط انت واحد لوحو من الحدود يمشي يجري في هذاك الواد ويدخل من الواد ويمشي للتلمسان ويمشي يدير التجسس ومنيتهم هكا بان فعلا كاين تجسس والمغاربه كيتجسسوا عليهم البشر بنادم غادي تال با هادي باقي راهم في داكشي ديال رأفة الهجان عايشين في رأفة الهجان 1956 والله العظيم بالله هادو مازال عايشين في 56 62 63 67 السلام عليكم. يا دازي السلام عليكم. كي داير بخير كلشي مزيان. درت هذيك. الله يعطيك الشفية. مرحبا بك في قادير. الله يحفظك يا حبيبي الله يحفظك. الله يحفظك الله. شكرا اخويا سلم على الناس قادير الله يحفظك تلاقوا تما ان شاء الله يا رب. غادي نكون في الصحراء صافي. ان شاء الله يلا يا ربي شكرا خير تحياتي هذا هو اللي قال لي طلعني تحداك طلعني دار لي المنداف قال لي تحداك طلعني تحداك على صاحبي الجزائري ساعه هو السيد طلع باش يعرض عليا باش يقول لي مرحبا بك في اكادير
والله العظيم الا توعف هاد الناس عدو بالله. نشوفوا هاد بومسطاش هذا. سقسيك بركة يا أستاذ حياتي. السلام عليكم. اسمح لي تخيل الناحية اللي كنت أربرك. هاك تسمعني مليح؟ عندك التلفزة شعلة. نعم؟ وعندك التلفزة شعلة. ومش نسمع فيك ها؟ الصوت نتاعك ماشي مليح برنوس. وانت ناقص عندك. مازال داخل انت راك في التلفازه صاحبي يا الجزائري وافتخر. فين غتسمعني وانت شاعل التلفازه؟ فين غتسمعني؟ لا نسمع فيك واش؟ نقص التلفازه. لا استنى نزيد الصوت تاع التليفون كان ناقص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش راك؟ لاباس؟ انا بخير الله يحفظك. واش سؤالك اخويا؟ واش حاب تعرف اخويا؟ على ما غتصوت؟ نصوت على عمي تبون. انت منين تبقى في الجزائر؟ انا من الشرق، انا من عنابة. مزيان عظيم. كيفاش كل شيء يصوت على تبون؟ بيان سير صوت على تبون. على نجيبوا واحد من خارج من فرنسا ولا منين نجيبوه باش يصوت؟ ولادنا تبون بابانا. علاش هذاك نتاع عفيفيس ماشي جزائري؟ شكون؟ هذاك نتاع عفيفيس. ما بين واحد عنده خبرة وعنده كذا، حنا نحتاجو درك واحد كبير بعقله كيما انت، عنده خبرة وعنده باع وكذا، باش نخرجوا من المرحلة هذه. وتبون ديجا ما حكمش بها، واش حكم 3 زون ايدمي، تحسب تاع الكورونا وتحسب تاع كان مريض والعصابة هذاك الكل، واش حكم؟ ما عندهم حتى البروجي نتاعو اللي دار دروك يبدا يبانو 2026 2027 2028. هذه هو لانه خبش تسمع. شنو هما البروجي اللي دار؟ شنو هما البروجي اللي دار؟ يا ولي البروجي تاع البنية، يعني البروجي تاع احنا كنا المديونية كانت 2000 مليار دولار، درك رانا صفر. الاحتياط نعم. هي ادخل لجوجل درك يقول لك، ما نهضرش معاك، انا نهضر مع جوجل. الاحتياطي كان 5.2 مليار، درك رانا 85 مليار دولار، احصائيات 2023. تبارك الله. نعم. هي بيان سير. ذا البروجي تاع القطار السريع في الطريق تاع غرز بلها تاع مراس بشغل باش يوفر مراس بشغل. زاد لنا انا راني روتريتي، زاد لنا جوج خطرات في العام الدراهم اللي روتريتي. زاد منحه البطاله، زاد كل شيء. انت روتريتي انت؟ نعم روتريتي يا سي، عندي عامين روتريتي درك. مزيان. زاد لنا دوزون. لا انا دخلت باش نقول لك على انت جات غريبه، يعني كي سمعت تهضر على كمان وما كمان والسوق. والسوق الاسبوعيه مش تاع خضار يا برنوس، السوق الاسبوعيه تاع السيارات يديروها كل اسبوع، كل نهار جمعه تاع السيارات، يبيع السيارات فيها. فهمت؟ مش السوق تاع خضار. كاين السيارات وكذا وكذا. ايه سوق السيارات، مش سيارة جديدة، سيارة قديمة وجديدة تاع 2021 2022 كان سوق اسبوع كل جمعة يديروا هذا باش الناس تتفرغ. بحال غندير السيارة مثلا؟ ما عنديش خبر انا في السيارات، انا ما يهمونيش السيارات. كل واحد السيارة تاع 500 مليون ندير عليها اشياء، كاين دراهم صورت كاين. هاك شفتها بعينك واحد الخطرة عقب صارت انت قلت شباب دايرين لا شان على السيارات وكذا في الجزائر. اللي يدير السيارات غير عنده دراهم 500 مليون ويديروا عليها، معناها راه عندنا لاباس بينا احنا، ماناش فقراء. فهمتني؟ والناس راهي باش تتفرغ. كيفاش القضية تاع الدجاج ديال البرازيل؟ كيفاش القضية ديال الدجاج كيجي من البرازيل؟ واش بيه جار؟ واش بيه؟ البارح انا درت دوماندي تقاست وما طلعتنيش. واش بيه؟ على بالك جارت راكم ديروا في الدعاية بور يان دي توك ذاك بور افوار باش ديروا الباس برك. اسمع ما على بالكش باللي الدجاج البرازيل في السعودية كأس. سامحني يا برنوس. الدجاج تاع البرازيل على بالك باللي راه يتباع في السعودية ولا ما على بالكش؟ لا لا انا كنتكلم على علاش جابوه؟ الثمن ديالو رخيص. لا جابوه باش يدعم، ما كفاناش الدجاج اللي عندنا، حنا ما كفاش الناس تاكل اخي، حنا ناكلوا الدجاج وناكلوا اللحم وناكلوا الحوت وناكلوا كلش، ما خاصنا والو. شحال يدير الحوت عندكم؟ شحال يدير الحوت؟ ما عارف كيف سموا فيه انتم الانواع. حنا عندنا الصورين راهو ب 50,000، السردين شويه غالي.
موسم نتاع السردين هاو شويه غالي السردين ما نكذبش عليك، مي صابرين كل المهم بالحوت تاكل ب 50000 تاكل حوت 50000 معنا 25 درهم نتاعكم انت راه يدير السردين السردين والله ما عندي خبر بها. انا شيت البارح شيت للصابرين ب 25000 جاي الصابرين شنو هي الصابرين عندنا خويا الحوت عندنا الدجاج عندنا كل شيء رانا عايشين لا بيل في لا لا مزيان مزيان راكم ديروا في كبرنوس راكم ديروا في الدعايه نتاع بلي ما عندناش الماء اصلا نحلك العيد شوف اللي عندنا الماء ولا ما عندناش الماء السيارات من الوزن الثقيل هذاك يحب شوف الفوت ماهوش من وقت بمودن انا كبير مش صغير من وقت بمودن هي تسرى يحبسوا الوزن الثقيل يحبسوا كمان نتاع علاش نتاع الكراسي نتاع خاطر الناس راهي باش تفوطي مش لا هي باش اولا باش تفرغ الطريق الناس بالسيارات الصغيره تقدر تدخل تفوطي وتروح فهمت والفوت راه تقعد ساعه ويروح مش ساعه الفوت الفوت راه من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل ساعه حتى 9 نص فوت مش الناس كل واحد يجي في ضربه واحده هكا يكون كذا انتظار في الماكينه وانت كتشرب الصباح تمشي تتقهوى كذا كتجي الصوت عندك ساعه ديال لا مش الناس كل كيف كيف برنوس مش الناس كل طاح في وقت واحد اكتظاظ هكا كيولي اكتظاظ كيما انا ما نروحش نروح على 10 اسمع نروح على 10 تبدا تفرغ شويه خاطر احنا نديروها في المدارس الفوت ديروها في مكات في المدارس المدرسه كل تتجند الفوت والطريق باش يبقى فارغه تبقى الناس تسهل المرور وكذا 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 تمشي نحو الكماين هذاك ما يخدموش ديجا بالجمعه ما تخدمش الكماين تاع القرافي وتاع كذا وتاع هذه واش اسال 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 اخويا اسال ما فهمتش الكاميون الفوت ما فهمتش انا الكاميون مع الفوت ما فهمتش الكاميون باسكو السائق يجي فوطي لازم يجي فوطي ولا ما يفوطيش السائق ولا يبقى يخدم والسائق اللي يسوق في الكاميون اللي قال الكاميون باش يجي فوطي والسيارات ديال الاجره والسيارات الصغار هذوك اللي فوطي تمشي هذاك نورمال بالعكس هذيك توش باش توصل الناس يجوا للفوط السيارات الصغار والسيارات الاجره يفوطي وراح يخدم هذاك حتى شيء مش راح نحبسوا على البلاد كلها تحبس نحبس الحاجات الكبار اللي مش لازم ما لازمش يدخلوا السونتر فيل هذا يحكي لك مش في لوتوروت كمان في السونتر فيل دخل تاع الجزائر دخل تاع النابه كيما الناس في عنابه هذا في حدود تونس دخل تاع السونتر فيل ما يدخلوش يمشوا غير السيارات الصغار باش يسهلوا الناس المرور دونك تما تشوف نعم تفضل اخويا نسمع فيك دابا يعني دابا انتم النهار الانتخابات يعني كلشي غادي يصوت كلشي غادي يصوت بيان سير نصوتوا على ما نصوتوش اخي انا مناضلين نصوتوا بكل حر نعم صوت على تبون مزيان صافي براك غادي معايا مزيان اخي الجزائر وفتح اسمع راه نتكملوا وانا ملاحظه برك علاش كنت تتكلم على الجزائر تولي تعيط وتحمق وتخرج في عينيك لاباس يا اخي ما فهمتكش نظن خاصك الدواء ماك شرب الدواء نتاعك نورمال عود قبل ما دير لايف واشرب الدواء باش يديك الاعصاب نتاعك فهمت ياك مصور والله ما فهمتكش انت والله ما فهمت النهار انا ما تشوفش انا ما درناش لايف على الجماعه اللي حكموهم هذا انا ما درناش لايف على الضربه نتاع الميداليه اللي ديناها في اليابان ما درت لنا على شي لايف ما بنتوش لا انت لا في الروح الى الميداليه نتاع الايبون في اليابان ما درت لناش عليها لايف وي هذيك ديال الايبون ما شفناك اسمعني ما شفناكش كاع في اللايف نعم وين الايبون جزائر افتخر جزائر عبد الله جزائر افتخر انا اسمع عبد الله اسمع انا مديت انا وزنا فراسك اندونيسيا اليوم وقفت البوليزاريو في المطار باش ما يديروش داك الشيء اللي درتو في اليابان على باليش ما على باليش ما سمعتش يلا صافي سير يلا سير نعاود انتم تعرفوا تفرجوا غير في ايبون سيروا انتم لا وعلى ما قلت الناس علاه ما قلتش اسمع الحكم اسمع يا برنوس هم وروهم في التلفزيون يا برنوس هم وروهم في التلفزيون اليوم الجماعه اللي حكموهم تاع المغرب يا ودي الله يحسن العون شفتوا هذاك على بالك مول في الشفيف في اللايف اسمع مول في الشفيف في اللايف يا عبد الله يا برنوس عبد الله نعم
واش في 2024 مازال التجسس كيكون ببنادم؟ ها محكموه ويهضر بفمه كيما انت هكا، ادخل ادخل دوك تلقوا في المواقع، وهذا موالف نشوفه في اللايف كيما انت يهضر يسب في الجزائر والجزائر وما عندهمش كذا كذا، نفس الشخص بعد. ما نعرفش كيفاش نبعث لك عبد القادر، نبعث لك الفيديو تاعو. اه عبد القادر هذاك ماشي مغربي. مش مغربي. برجتي هنا كيما انت. برجتي ذاك البرنامج لقناة البلاد اللي قال لهم انا من ولاية زاكولا. لا هذا موالف نشوفهم المغرب يدير لايف ويظل يسب في الجزائريين والجزائر والجزائر ما عندهمش وكذا، حكموه مديروا لي مينوت. ما نعرف لا شفته، شفتوا الفيديو ولا ما شفتوش؟ دابا شديتوا شي واحد كيف تحل لايف كيقول الجزائر ما عندهمش. لا لا حكمته كيما انت كان في لا مغربي في المغرب كان العام اللي فات كنت نشوف فيه وسنه كنت نشوف فيه كان يسب في الجزائر ديما حتى هو كيما في الروح وكيما بنجمع. ادخل ادخل دابا انا جيت انا غادي الحبس غاديروني جاسوس. كيف انت كنت تدخل الجزائر بيان سير كتسب فينا وتلعب فينا والجزائر وعندكم الطوابير وعندكم كذا وعندكم كذا. لانني جاسوس ولا لانني كنسب؟ لا إذا دخلت أنت سما ماكش ما تحبش الجزائر سي نورمال فيك الشبهة أنت إنت مشبوه ماك شريفي حر على خاطر أنت ما فهمتش ماك شريفي حر ولا ماك شريفي حر. أوا أوا أنتم غير أنا هدرت معاك هدرت معاك التفاصيل ديال التواصل ديال جدر بوكم الأزمة أزمة أنا أزمة أنا راني نهضر باحترام ما تفزنيش أزمة ما تفزنيش باش تحكم عليا تقول أو يسب ولا أنا ما نسبش راني مربي وكبير وكذا وخطير السبان نهضر انت كبير وانا كبير نحط نهضر باحترام نتكلموا باحترام. باص رضوان في الروح باص اخويا رضوان اقسم بالله برضواني الا كنقولها لك في الخاص وكنقولها لك في العلن باص اخويا كي راك دير الله الا باص اللي كان خصك جائزه انا ماشي نهار غادي نجيب لك شي ميداليه غنعلقها لك في اللايف نجي عندك هكذا نتلاقى ندير لك في اللايف نعلق لك ميداليه ديال الصبر. انا عييت نصبر راسي غير طبطك والله العظيم بالله اش غدير اش غدير والله العظيم الا موسى صافي صافي ما نطلع حتى واحد اخوتي صافي داك شويه ديال المخ اللي صافي اخوتي غادي نجيبوهم سميتها في الكنيسه نتفاعل مع التعليقات نضحكوا شويه نمشي ناخذ شي دوليبران صافي لا اله الا الله اخوتي رضوان كيدير اليوغا والله الا تسليم اختي تشعل